عليكم رحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد إضاءات حول الثقافة المغربية التي يحتاج تنوعها إضاءات إعلامية متعددة. ضيوفنا لهذه الحلقة السيدة ويلام أصمت ممثلة الثقافة الأمازيغية، السيدة حفصة حداد ممثلة الثقافة الصحراوية، السيدة سنو الزيتون ممثلة الثقافة الجبلية. ومرحبا بكنا جميعا بهذه الأزياء الرائعة، كما نرحب بمشاهدينا في كل مكان. مرحبا بك، هلا عرفتنا عن الزي الأمازيغي. أشكركم على استضافتكم وعلى حسن استقبالكم لنا في هذا البرنامج المتميز. لنا شرف حضورك معنا، هلا حدثتنا عن الزي الأمازيغي. الثوب الأمازيغي مشهور في المغرب بدقه وطابعه الخاص، حيث يتميز بجودة أجوابه وألوانه الزاهية، فنحن نرتديه في كل المناسبات اعتزازا بانتمائنا للأمازيغ. ويتكون من تام الحافت وتاونزا التي تشبه التاج، وتاسديت وهي عبارة عن قلادة من فضة، وتشاسين وهو حذاء على شكل برغ مصنوعة من الجلد ومطرزة بخيط ملون. شكرا على هذه المعلومات القيمة. والآن ننتقل إلى ممثلة الثقافة الصحراوية حفصة حداد لتعطينا نبذة عن زيها. مرحبا، سعيدة بحضوري معكم في هذا البرنامج. عند الحديث عن الزي الصحراوي فإننا نقصد ثوبا اسمه الملحف، حيث يشكل هذا الأخير جزءا من هويتنا، فجميع النساء الصحراويات لا يستغنين عنه باعتباره رمزا لهويتهن وانتمائهن للصحراء برمالها الذهبية وجوها الحار، ورمزا للحشمة والوقار. تحية لكل الصحراويين وجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه. والآن نشتاق للتعرف على الزي الجبلي الذي يعتبر من تراثنا العربي، مع ضيفتنا ممثلة الثقافة الجبلية سندس الزيتون، فتتفضل مشكورة. مرحبا، سعيدة لأني معكم في هذا البرنامج. تضع النساء في منطقة الجبالة في شمال المغربية على الجزء السفلي من أجسادهن ثوبا مخططا باللون الأحمر ومزركشا بألوان الزاهية، قبعات كبيرة مزينة. كذلك هذا اللون من الزي المغربي تزين به نساء مناطق الشمال. إذا كما رأينا أن التنوع في الزي المغربي يغني تراث بلدنا الحبيب، وقد جمع بين طياته تشكيلة متنوعة من الثقافات تحكي تاريخ حضارات عريقة. وبهذا نكون قد أنهينا حلقة اليوم، وإلى اللقاء في بستاننا مع معارف جديدة. كما نجدد شكرنا للضيوف الكرام على تلبية الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله.